اسمع هالقصص. شاب يا اخواني اسمه يوسف الحويطي. هذا الشاب يا اخواني جلس جلسة معاي، جلسة مبلقة، جلسة عادية. اخذ رقمي، اخذت رقمه، صار بين التواصل نسيته. بعد كم يوم يتصل علي ولد عمه سمعنات، قال يا خالد تعرف يوسف؟ قلت لي وعرفه يوسف وراه. قال ابوه مات وبيك تجي تعزيه. قلت انا الان في المدينه ثلاث اربع ايام برجع. اربع ايام رجعت تبوك، اتصلت على يوسف، يوسف وينك؟ قال انا بالبيت. قلت الساعه 12 انا عندك ان شاء الله. جيت الساعه 12 بالليل اللي يوسف لابس غتره وكله وحزين حالته حاله. هلا خالد حبب الله يترك، دخلني قهوان. قلت يا يوسف انا عارف انك متاثر، ابوك ميت، لكن بقول لك شيء يا يوسف. قال سم. قلت يا يوسف اليوم اسمع وش قلت له. قلت يا يوسف اليوم تبكي بكره يبكي عليك، يا يوسف اليوم تحزن بكره يحزن عليك، يا يوسف اليوم تدفن ابوك اخوك امك عزيز بعيد قريب بكره يوسف تدفن، الناس متجمعه تعزيك بكره يعزى فيك، يا يوسف خل عندك قناعه، ارحام تدفع وارض تبلع. والله يا يوسف فريت اليوم اللي بتموت فيه، خل عندك قناعه يا بعدي بتموت، هذا الطريق كلنا. لكن يا يوسف مات ابوك سنه الله في ارضه، كل نفس ذائقه الموت. يا يوسف مات محمد عليه الصلاه والسلام، انك ميت وانهم ميتون. وراح الدور يجين ويجيك يا يوسف اللي عليك. يوسف اصبر واحتسب واجتهد. يا يوسف رايت الموت قدامك، رايت ان ما حد يضرك، ما حد ينفعك ولا يضرك. هذا ابوك دفنت يوسف الان ما نفعتوه، ولا احد اندفن معه، ولا احد جلس عنده دقائق. غسلتوه ثم الى القبر وسدتوه. وبكره يا يوسف بيجيك اللي جاء ابوك. يا يوسف سد حالك وعود الى الله. تاثر يوسف، خلصت قهوتي وشريت رحت وطلعت. يوم طلعت ويلحقني يوسف قال خالد اسألك بالله تكفى عندي طلب. قلت عيوني لك آمر يا يوسف. قال يا خالد انا بتوب، والله العظيم قرفت، والله بتوب بس تكفى يا خالد، عندك محاضرة، عندك جلسة، عندك لقاء، عندك اي شيء مو خير، انا جاهز سيارتي في 13 قدامك، المكان اللي تبيه انا موجود. قلت يا يوسف بكره عندي لقاء في المدينه العسكريه تمرن. قال ابشر اجيك انا بنفسي للبيت واخذك. قلت حياك الله. والله يا اخواني اليوم الثاني مرن واخذت معاي، تكلم مع موت الفجر مع الشباب وتعشينا سوا وكذا. بعد ثلاث ايام كنت في طلعت مكه وانا راجع، كان عندنا لقاء في العليا في تبوك، جلس يوسف قدامي الى الفجر خلصت. بعد يومين يا اخواني يوسف ارسل رساله انا رايح الحقل، منطقه عندنا 200 كيلو منطقه بحريه، مشى يوسف. بعد صلاه الفجر يتصل علي ولد عم عنان، قال يا خالد قلت سم. قال لي يوسف مات. قلت كيف؟ قال يوسف مات. اقسم بالله العظيم يا اخواني انا استبعدت ان هذا يوسف اللي مات، نفسه يوسف اللي يمشي معي استبعدت. قلت يوسف مين؟ قلت تستهبل، يوسف ولد عمي اللي يمشي معاه. قلت يوسف راعي السياره كذا. قال ايوه يوسف يا خالد. قلت انت صادق؟ قال هذه ما بها مزح. والله يا خالد البارح الساعه 1 صار علي حادث ومات يا خالد، ما قدرت ارقد. قال اليوم يا خالد يصلون عليه، طبعا ما قدرت احضر الدفن لانه بعيد عنا 200 كيلو. المهم يا اخواني بعد ثلاث ايام تقريبا الا جوال يتصل مكتوب يوسف الحويطي يتصل. يوسف ميت. رديت
هلا. قال معك بسام أخو يوسف الصغير. هلا حبيبي عظم الله أجرك وأمه. قال أمي تبيك. أمه حافظ القرآن كامل. حافظ القرآن كامل. قبل سنتين ميت اثنين من عياله، واحد عمره 19 واحد عمره 21. وقبل أسبوع أسبوعين ميت رجله زوجة. واليومين ذي ميت ولده. إيش الابتلاء؟ أنا أقول إيش الحرمة المصدومة الآن؟ والله يا إخواني هذا اللي حصل. شوف الإيمان وش يزين القلب. بعض شبابنا لو واحد ما يرد عليه، لو حبيبه سحب عليه، تلقاه بنتحر خلاص من حبكم يا زين عزلنا، وشنك حاله مات. تلقاه ما ينام الليل، ما أبو شيء، صحة عافية ووضعه طيب، بس يقول يا أخي مهموم، ما أقدر أعيش بالحياة، ما أقدر. لأن ما أبو إيمان. العجوز ميت عياله وميت رجله. شو تزين؟ أنا قلت الحين الله كيف أصبر لي؟ أنا قلت يا خالة عظم الله أجرك كذا. أقسم بجلال الله يا إخواني ربي يسألني أربط لساني ما أقدر أتكلم. أبغى أعزي، أبغى أذكر، أبغى أقول حديث آية ما قدرت تطلع. قمت أبكي على السماعة، بكيت. صارت العجوز تصبرني أنا. لا يا شيخ كلنا ميتين والحمد لله. يا ولد صبرني. قالت أنا اتصلت أبشرك. قلت بشر يا خالة. أبشر وأبشر وأبشر يا الدعاة، أبشر اللي قايمين على المجالس، والله يبشر. قالت أنا أبشرك يا شيخ. قلت بشر يا خالة. قالت والله يا شيخ بعد ما مشى معاكم يوسف أيام والله ما يدخل علي إلا يقبل رجولي، والله كل ليلة يقول يا بيتي أحمد الله، إن الله أبدلي بصحبة صالحة، يا يما والله لأحفظ القرآن، والله يا يما تشوفين شيء غير عن أول، والله يا بيتي تايب لله. يقولون الشباب اللي حضروا الحادث يوسف صار عليه الحادث، انقلوا للمستشفى، ما مات يوسف وقته في العناية المركزة. يوسف كان يطلب اكسجين، يقول للدكتور ابا اكسجين ابا اكسجين، الرئة عنده مقطعة. يقولون تجمعنا عليه اخر رمق من حياته، يلفظ الفاس الاخير هذا الشاب صاحب اقتربت من ملائكة الموت، رفع السبابة قدام الناس، قال بصوت كلنا نسمع ورافع بصره للسماء أشهد أن لا إله إلا الله، صوت كلنا نسمعه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والله يا خالد ما قدرنا نغسل أصبع، والله والله غسلناه كفناه، والله